وصف لنا احساسك النهارده وانت بتشاركي في عمل الخير. هو احساس جميل جدا انك تقوم بعمل خير كني مع جمعيه سباق الخير. كنشكر بيضوي الجمعيه لان عطتنا هذه الفرصه هذه لاننا نديروا الخير مع الناس. طبعا هو احساس جميل انك تدير الخير في الناس في المناسبه الكريمه ديال رمضان. دونك احساس بالفخر، احساس بالسعاده، وكل شيء كيختفي. العناء اللي كنحسوا به دابا والتعب اللي كنحسوا به كيختفي في الوقت اللي كنشوف الابتسامه ديال الناس الاخرين اللي فريمون يعني واحد الاحساس جميل جدا. يعني احنا شايفين دلوقتي الناس بتفطر برا والاذان اذن، فينك عادي ما فطرتيش؟ مش مهتمة قد ما مهتمة بانك تفطري الناس، مش مهتمة انك تفطري، صح؟ طبعا هذا هو الامر اللي كاين، حيت حنا الاهم هنايا، حنا هنا اليوم باش نخليو الناس الاخرين يفطروا باش نساهموا في السعادة ديالهم. الوقت اللي فطرنا غالبية اللي كانت كاملة كتفطر وهي واقفة، قليل اللي كيفطر هو جالس. يعني فريمون واحد كلشي كيدير اللي عليه، كلشي كيحاول انه يخلي الاخرين فرحانين اكثر ما يشوف هو راسه فرحان. شكرا ليكي، وبنقول لك ربنا يجعله في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات القائمين على هذه المائدة اللي من اكبر الموائد الرحمن اللي شفتها في طنجة واللي شفتها في المغرب. وكاين الخير، ما زال الخير. تفضلي. جمعية يعني باقي الخير دائما تعمل هذه المبادرة الطيبة، وجمعية باقي الخير دائما في الصدارة. يعني نجمة أضاءت في سماء العمل الجمعوي وهي يعني حاليا في الصدارة. احنا كجمعية مغربية رعاية الأطفال في وضعية صعبة، جينا بروح تضامنية بأعضائنا بأطفالنا، يعني نساعدوهم من قلوبكم. أنا شايف كله شغال بقلب هذه يعني مبادرة طيبة منهم الجمعية، يعني يوكلون الناس ويعملوا هذه مائدة الرحمة. ويعني إفطار الصائم أجر عند الله عز وجل، فإحنا بنشارك في هذه المبادرة، ولينا عظيم الشرف أن نتضمنوا مع هذه الجمعية ونعتز ونفتخر بها دائما، يعني هي سباقة للخير. شكرا لك، ونسيبك تروحي تفطري بقى. شكرا، بارك الله فيك. وأكيد ما نقدرش ننسى الجنود المجهولين، الشباب والبنات والأمهات وكل الناس اللي شاركت في تجهيز هذه، في تجهيز موائد الرحمن بهذا الشكل. لازم نوجه لهم تحية كبيرة، كل الناس اللي اشتغلت من قلبها. يا جماعة أنا شفت روح مودة وحب وتآلف وتعاون، بجد روح جميلة جدا، روح تعلمنا كتير إن مهما اختلفنا أو مهما تباينا في مستوانا الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي أو حتى المادي، لابد ان نحترم بعضينا ونبقى وحدة واحدة وقوة واحدة. هكذا يعلمنا المجتمع المغربي. تحياتي لكل الشباب والبنات والقائمين على هذه الأعمال الخيرية الجميلة. هذه هي الصورة الحقيقية والصورة الواقعية عن الشعب المغربي والمجتمع المغربي. تحياتي ورمضان كريم علينا وعليكم.